منهاج درب للهدى نور لدي جور الدجى دي سيرة المختار نهج القاصدين إلى العلا منهاج درب للهدى نور لدي جور الدجى دي سيرة المختار نهج قاصدين إلى العلا قبس به تصفو حياة المسلمين أولي النهى وبها دليل في قضايا العصر مشكاة السنة وبها دليل في قضايا العصر مشكاة السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكم من شوق إليكم يأسرني وفيض من حنين ما عدت أقواه. مرحبا بكم مشاهدي قناة المجد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ممن يعيش عيشة سعيدة رغيدة حميدة يا رب العالمين. سأكون معكم بإذن الله تعالى مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها والله منهج حياة. نعم، منهج حياة، خارطة الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بل الله سبحانه وتعالى أرسله كما قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. يا الله، النبي عليه الصلاة والسلام بشير، نذير، داعيا إلى الله وسراجا منيرا. نعم، حب النبي سرى في القلب فازدهر، أنارني دربي ونور لي البصر، جمال طلعته قد أخجل القمر، يزيد ناظره حسنا إذا نظر، أندى العباد يدا وأجلهم أثرا، أهدى الحياة هدى ورتل السورا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى لنا ليكون بين المسلمين وبين أصحابه قدوة، أسوة. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما أجمل أن نعلم أن من كان مع النبي في عقيدته، في إيمانه، في عبادته، في تعامله، في أخلاقه، نجا بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي وسيرة النبي مثلها كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. تعلمون لماذا؟ لأنها ما مات النبي إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. بل النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا نعرف كيف نتعامل مع العبادات والمعاملات ومع العلماء والأزواج والبيوت والجيران والأقرباء والحاكم والمحكوم، كل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. بل نجد مع هدي النبي وسيرة النبي وأقوال النبي وأفعال النبي نجد فيه الطمأنينة والسكينة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أحبتي، والله ثم والله، هذه السيرة وهذا الهدي النبوي هو والله نور يستضاء به. بل النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه أبي يقول له: يا رسول الله، إني أصلي، يعني أدعو. قال: كم أجعل لك في دعائي، يعني أصلي عليك؟ قال له: يا رسول، أجعل ربع الدعاء أصلي عليك؟ قال: إن شئت، وإن زدت فهو خير. ولا يزال يقول له شطر، إلى أن قال: أجعل صلاتي، أي دعائي، كلها صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر الله تعالى لك ذنبك. أليست منهج حياة أن الله تعالى يكفيك الهم ويغفر الله تعالى لك الذنب؟ يأتيه العباس يقول له: يا رسول الله، أوصني، علمني كلمات. قال له: يا عباس، اسأل الله تعالى العفو والعافية. وعندما عاد عليه قال: يا عباس، ما أعطي أحد خير من العفو والعافية. أحبتي، من بات آمنا في سربه، قول من هذا؟ قول حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وسلم. قال: من بات آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، كان كمن حيزت له الدنيا بحذافيرها. عندما يأتيه المديون يقول له: يا رسول الله، قد اجتمعت علي الديون
فيعلمه النبي الحياة الطيبة السعيدة. ما هو؟ يقول له قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، فيقضي الله تعالى بإذن الله عنه دينه. عندما يأتيه المحزون يقول له قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يوصي ابنته. من هي ابنته؟ فاطمة. نعم فاطمة أم أبيها، ثمرة زرعه، عماد ظهره، نتاج أرضه. فاطمة رضي الله عنها وارضاها يقول لها يا فاطمة، يوصيها أن تقول في الصباح والمساء، في النهار والليل، ماذا تقول؟ لا إله، تقول يوصيها أن تقول، يوصيها أن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما أجمل أيها الأحبة أن نعلم أن سيرة النبي وهدي النبي والله خارطة الطريق، بل منهج حياة، بل نعرف أين نقف وإلى أين نسير وما سوف نلقاه في قبورنا وعند لقاء ربنا. عندما نأتي ونقول ما هي الحياة الطيبة، ما هي الحياة السعيدة؟ الحياة الطيبة السعيدة أن تكون في أخلاقك، في أخلاقك فضائل، في تعاملك أمانة، في عبادتك توحيد وإخلاص وإيمان، كذلك تكون في الدنيا، في الدنيا في رضا وقناعة وطمأنينة وسكينة، وفي قبرك نور وسرور، وعند لقاء ربك كذلك يفرح الله تعالى بلقائك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ عندما مات، قال اهتز لموته عرش الرحمن. قال ابن حجر أي فرحا بموته. أيها الأحبة، قد يبحث الناس يمينا وشمالا يبحثون عن الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، تعلمون أين هي؟ قال تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا الله، هناك مفاتيح. نعم مفاتيح الحياة الطيبة، من يملكها؟ بيدك أنت. نعم بيدك أنت، لا تبخل على نفسك بالحياة الطيبة. ومن ذلك الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أليست هذه حياة طيبة؟ أنه لا خوف عليك بعد موتك، ولا في دنياك، ولا عند لقاء ربك، ولا في قبرك، ولا هم يحزنون على من تركتم من البنين والأولاد. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وكان أبوهما صالحا. ما أجمل أن نعلم أن المسلم إذا كان مع النبي وسيرة النبي وهدي النبي، لأن الله تعالى أرسله ليكون لنا أسوة قدوة حسنة. نعم يكون لنا أسوة وقدوة حسنة. بل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع للمسلم والمسلمة، للمؤمن والمؤمنة من الصحابة الكرام، لا يدع شأنا من شؤون حياتهم، عبادتهم، تعاملهم، إلا وجدوا فيه ما ينفعهم، ما يكون سبب من أسباب سعادتهم، ما يكون سبب من أسباب نجاحهم، تفوقهم، سبب من أسباب سلامتهم، سبب من أسباب كذلك الطمأنينة والسكينة والرضا. عندما يقول لأبو بكر الصديق لا تحزن إن الله معنا، من أين أتينا بهذا؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عندما ينقل لنا كلام ربنا الذي هو القرآن، كلام ربنا منه جرى، ليس بمخلوق ولا مفترى، ويأتي القرآن وتأتي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الحياة الطيبة السعيدة الكريمة الغنيمة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. بل يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا الله، حياة، سعادة، طمأنينة. هناك أمور قد تراها شر ولكنها خير عندما تعلم أنها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمور تراها ألم لكنها أمل عندما تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها وعملها وقام بها. بل اعلموا أيها الأحبة، اعلموا أيها الأحبة أن المسلم متى كان مع النبي
نجا، متى كان مع سيرة النبي نجا بإذن الله، يدخل على الغلام اليهودي وهو يهودي، يدخل عليه فيقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالها فخرج النبي من بين يديه وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. أحبتي، في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سأكون معكم بدايات النبي، كيف كانت بداية النبي وكيف كانت مقدمات محمد صلى الله عليه وسلم. انتظروني في اللقاء القادم، كل ذاك وذاك في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى نجعلكم ممن يعيش عيشة سعيدة رغيدة حميدة، يحفظكم من العائنين الحاسدين الحاقدين، وأن ينزل على بيوتكم الرضا والقناعة والسعادة. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. هذه سيرة المختار، نهج القاصدين إلى العلا، قبس به تصفو حياة المسلمين أولي النهى، وبها دليل في قضايا العصر مشكاة السنة، وبها دليل في قضايا العصر مشكاة السنة.